والظاهرين انبعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل آوان ولا ظهر الدور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل قطرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطياتي طهرني، لأني عارف باسمي خطياتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذات الأثام حبل بي بالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتك، أمضح علي بدوفاك خاطر تغسلني فأبيض أكثر من السل، تسمعني سرورا وفرحا تبتاك. مزامير تراتيل داود النبي بركاته على جميع المؤمنين. لا وحق الرب يدوم إلى الأبد. حين يزل نشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، فخمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في عيناتهن مع مصابيحهن، ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ أواز العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حين يزل قام توالك العذار جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فأذهبنا بالحرية للبيع وابتعنا لكن، فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه والعرس أغلق الباب، وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فأظهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه،
فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس 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 أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك قائل: هذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس عذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مجده الإله الحقيقي. أنت هي صور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم، ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني كنيستنا عن رؤساء نحاربي، وتشفع عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. أيها الملك السماء المعزر والحق الحاضر في كل مكان والمالك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل، وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأتيتهم السلام، هلم أيضا كن معهم نحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء، يا والدة أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمن. Παρθένο γενέτης ελέησον ημέ Άγιος ο Θεός Αγέιος εσχερό Αγέιος αθανάτος Σταυρότης δίμες ελέησον ημές Άγιος ο Θεός Άγιος εσχερός Αγέιος αθάνατος Αναστάσει εκ των νεκρών και ελέησον Ιεστός ουρανός ελέησον. Δόξε Πέτρι και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στόσι ονάστονι ονόν αμήν εγιατρία
أيوة الثالوث القدوس ارحمنا، أيوة الثالوث القدوس ارحمنا، أيوة الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من هو بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. We pray the creed. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي ينبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. امين. كريالايسون 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 قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتك والتي صنعناها بغير إرادتك، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. Let
رسالة معلمنا بولس الرسول إلى روميا بركاته عين أمين. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، والمجد لله دائما أبديا أمين. Alors, بيتي إغرافي جو أمو إفخين تيروك إنجي بيساجي إفكيخن روك أوه إفكيخن بكيت إتفاي بإفساجي إنتيف نهتي إتنهي أويش أمو جي يشوف أكشن أون هيفول خن بيروك جي يبشويس بإيسوس أوه إتك نهتي خن بكيت جي آئف نهتي تونو صوف إيفول خين يسمى أوت إك إينو هي خين بيهيد غار سينا تي إيرو إف إيم اسمي خين رو أو زي سوان هي إموف إيفول إفنو هي إس جو غار إموس إنجي تي غرافي جي أوان يفين سنا تي إيرو إنفشي شيبي. Que dit-elle donc la parole? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ehre sei Gott in alle Ewigkeit. Amen.
Yes, Lord, we trust. We trust in your power. We trust in your wisdom. We trust in your love. We trust that you are near to us. You are in us, with us, for us. Teach us how to understand and confess your holy name, that we believe in you, our Savior, Lord, and Redeemer. We know that as my Redeemer lives, I can face the world. He takes away all my guilt and shame. I trust in your forgiveness. We trust that everything works for the good for those who love God. Show us your way. Enlighten our minds. Sanctify our souls. We praise you. We bless you. We thank you. We glorify your holy name. You know that we are all sometimes going corruption, the corruption of the minds and feelings and will, straighten our will, clear our direction, and give us to understand the power of your love and forgiveness. Help us to love one another as you loved us. Help us to forgive one another as you have forgiven us. Help us to embrace one another as you have embraced us. Help us to see the goodness in you and in every person. إلهنا الصالح نقترب إليك نطلب حضورك نثق يا رب فيك نثق في حكمتك نثق في محبتك نثق في عملك فينا علمنا يا رب كيف نغفر علمنا كيف نحب علمنا كيف نصل إلى بعضنا البعض احفظنا ورعانا اسمعنا نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات اتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاية أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. And now the love of God the Father, the grace of His only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, the gift and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Live in peace, peace of God be with you. Amen. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معاكم